حلقة النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها الفانكشنال تريننج. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن السيركت تريننج وعن الفئات اللي موجودة للياقة البدنية. النهاردة هنتكلم عن الفانكشنال تريننج وهو اسلوب من التمارين اللي نازل جديد والناس بتتكلم عنه كتير، وهو فعليا من التمارين المهمة جدا جدا اللي بتعمل استيميليت او بتعمل تصور لشكل حركة موجودة في حياتنا الطبيعية واليومية. زي لو في ام مثلا بتشيل ابنها من على الارض وبتحطه على الترابيزه او على السرير، او بتجيب حاجه من تحت وبترفعها لفوق. بعض التمارين ديت فعلا بيدي حاجه اسمها الموبيليتي، او بيخلي الجسم قادر على ان هو يعمل الحركات ديت من غير ما يحصل له اي اصابات. الصبح بنصحى من النوم بنبقى عايزين نعمل تمارين تخلينا نفوق شويه، فبنستخدم وزن جسمنا. في بعض الاوقات الواحد يعني بيبقى عنده شويه ملل او بيبقى اتعود على وزن جسمه، فممكن نستخدم بعض الحاجات الموجوده عندنا في البيت بس تكون محسوبه. زي ما انا مثلا هستخدم النهارده معاكم في التمارين اللي هعملها، اللي هعمل منها جزء كبير فانكشنال تريننج، هستخدم اوزان زي ازايز الميه. ازايز الميه بالنسبه لي او بالنسبه لاي حد هنحاول نوزنها، فانا لما بوزن حاجه زي كده دي هتعمل كيلو ونص تقريبا، فهي مقاومه بالنسبه لبعض العضلات احسن بكتير. فانا هبدا اشتغل بيها النهارده معاكم شويه تمرينات، من ضمنها تمارين فانكشنال تريننج. زي اول تمرين هنعمله النهارده اللي هو السكوات مع الشولدر بريس. السكوات مع الشولدر بريس دايما هنتعود ان احنا بطننا مشدوده، نتعود ان احنا ظهرنا مفرود، وهنشتغل بالشكل ده. هنزل لتحت، ركبتي ما تعديش مشط رجلي، وبعدين هطلع لفوق او اقدر امسكها زي الدمبل وانزل لتحت واطلع لفوق. 1 and push 2 and push. هحافظ على بطني مشدوده دايما، وانا بطلع انا محتاج افضل في ال 90 درجه هنا، اطلع لفوق. ده الشولدر بريس، ده الكتف اللي انا هقدر امرنه. هنزل تاني الاول واطلع لفوق، وهحاول اعمل ده 15 مره. بعدها هدخل اعمل تمرين للبايسبس، التمرين الطبيعي اللي كلنا بنشوفه في الجيمات. اهم حاجه احنا بنشتغل برضو بطني مشدوده، ظهري مفرود، وهمسك الازازه كده وهشتغل الترنيت بايسبس تبادل. 1 2 1 2. وانا بشتغل هلاحظ ان انا لو تعبان بنهج، هحاول ان انا اتعلم يعني ايه اتنفس. النفس بالنسبه لي ان انا بحاول وانا بعمل المجهود اطلع النفس، وانا برتاح اخد النفس عكس ما المخ ما بيقول بالظبط. فلما هاجي اشتغل التمرين الثالث بشتغل حاجه اسمها عضله اسمها الترايسبس. في تمرين نقدر نشتغل بيه اسمه الكيك باك. الكيك باك معناها ان انا بنزل هنا برفع كوعي فوق في الوضع ده، ببص على الارض علشان ظهري يبقى مفروض، وببدا افرد ايدي واتنيها 90 درجه، افرد 15 عده، بعد كده بطلع. هبدا استخدم تمرين اسمه الراشن تويست، ده تمرين للابس. فهنام هنا وهستخدم واحدة من دولت بس، وهمسكها هنا في شكل ال L seat أو وأنا قاعد، وهنزل هنا هعمل التويست 15 عدة. برضو بطني مشدودة وظهري مفرود. الغلطات اللي بتطلع دايما ان في ناس بترجع براسها لورا او بتطلع بتنزل راسها لتحت. انا عايز وضع راسي كده، يعني باخد المسافه دي ما بين صدري ودقني وبشتغل راشن تويست. التمرين اللي بعده هيكون للعضلات بتاعه الكتف الجانبيه، اسمه لاترال ريز او التدريب الجانبي. هبقى واقف هنا، طول ما انا واقف هيبقى ركبتي متنيه، صدري فوق، ركبتي متنيه، مش عايزها متنيه هنا،
انا عايز بس بند نيز، انا عايز سوفت نيز، عايزها بس تبقى متنيه تانيه بسيطه عشان اخفف اللود على الركبه. وهبدا اعمل تمرين اللاترال ريز بالشكل ده، واحد اثنين ثلاثه 15. التمارين اللي اشتغلنا عليها النهارده هنحاول ان احنا نعمل 15 عده ثلاث مرات لكل تمرين، وده هيبقى كافي جدا جدا ان احنا نتمرنه الصبح. الحلقه الجايه ان شاء الله هقول لكم على تمارين ثانيه نقدر نعملها الصبح نزودها على التمارين ديت، فتدي لنا حجم تمرين مختلف. وصباحكم زي الفل، شكرا.